بسم الله الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناة عرب جيرو لينكس، معكم عبد المجيب. اليوم نتكلم عن تخيل عندنا بسوي سيناريو، تمام؟ تخيل انك طلبت من المستخدم انه طبعا تتكلم بشكل سكريبتك، طلبت من المستخدم انه يكتب شيء معين، تمام؟ المستخدم مثلا بدل ما يكتب لك، بما ان يستخدم زوزة الحين، ان طلبت المستخدم يكتب اسم توزيعته، فبدل ما يكتب لك المستخدم مثلا اوبن زوزة بالطريقة هذه، وهذا اللي طلبته، ممكن المستخدم يخطي يكتب لك اوبن زوزة بالطريقة هذه، اوكي؟ فانت كيف تتعامل مع الحالة هذه، اوكي؟ كيف انك تقدر تتعامل مع الفكرة هذه؟ ببساطة، انت لما المستخدم يكتب لك اوبن زوزة بالطريقة ذي، وانت داخل ملف الشيل سكريبت اللي انت مسويه مستخدم بالطريقة هذه، ما بيشتغل. طيب انا كيف اقدر اتعامل مع المستخدم اللي كتب لي الحرف كبير بدل ما يدخل حرف صغير؟ العلاج تسوي انك تروح لهذا المستخدم وتمسكه وتسيده وتقول له اكتب حرف سمول، تمام؟ او انك تروح وتبرمج الشل انه يضبط الموضوع هذا لك. طيب اللي راح نسوي اليوم هو انه كيف نقدر نتعامل مع حساسية الاحرف، نحول الحروف الكبيرة الى حروف صغيرة، او الحروف الصغيرة الى حروف كبيرة، بس بحيث انه الشل حقنا ما يصير في مشاكل، خاصة اذا كنا نستخدم كيس مثل الدرس اللي راح. طيب خلينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ نسوي ملف شل صغير، اوكي؟ بدون ما نستخدم ملف شل ممكن نجرب هذه بسرعة. نكتب ايكو، نسوي علامة تنصيص، ونكتب تيست، ثم نجي ونحط العلامة هذه. اوب غلط طبعا، في ناس تشتكي اني اكتب بسرعة، فبكتب شوي شوي اليوم، اوكي؟ راح نحط العلامة هذه، اصبر شوي عشان تكتبون، اوكي؟ ثم نكتب تي ار، ثم نحط علامات تنصيص اثنتين، او اللي هي مو بدبل كوتيشن، سنجل كوتيشن، ثم نفتح اقواس، نحط نقاط بالشكل هذا، ونكتب هنا ايش؟ نكتب لور، ماشي؟ ثم نروح قدام شوي، نحط علامات تنصيص، نفتح قوسين، نحط نقاط، ثم نكتب ابر، ماشي؟ ماشي، انتر. لاحظ انه حول كلمة تيست هذه اللي كانت بحرف سمول الى حرف كابيتال. ليش؟ لاني كتبت له هنا لور ابر. طبعا الفائدة من امر التي ار او معنى التي ار هو ترانسليت او ديليت كاركترز. طبعا الكلام هذا موجود هنا، لو كتبت امان تي ار راح تحصل معلومات كثيرة تخص هذا الامر، تمام؟ ما علينا، اليوم راح استخدمه فقط للاشتغالات ذي اللي هي التحويل. اي هونت. طيب اوكي، عرفنا الطريقة. الان كيف نقدر نخزن مدخل المستخدم؟ طبعا احنا عارفين ممكن نستخدم الامر هذا، اوكي؟ عفوا العلامة هذه المتغير هذا، هذا يعني من اول مدخل. خلونا نسوي ملف شل عشان ناخذه بشكل موضح. نكتب نانو، ثم نكتب مثلا تي ار تيست شل، اوكي؟ راح نجي نسوي بن باش، ثم نجي هنا نكتب var تغير يساوي، ثم نحط علامة الدولار، نفتح الاقواس، ثم نكتب هنا الشيء اللي حابين نسويه. احنا حابين نسوي ايش؟ حابين نسوي ترانسليت او دريت كولكترز اللي هي تي ار. طيب ماشي، فراح نكتب تي ار، ثم ايش راح تسوي؟ راح تختار لور ابر او ابر لور، يعني ايش راح تسوي؟ يوم انك تصغر كبير او تكبر صغير، ماشي؟ ماشي، لذلك راح نسوي الشغله هذه نفس قبل شوي بالضبط، اوكي؟ ثم نحط النقاط. كيبورد جاي هنا ما بعرف اكتبه، بعد ارجع شوي. طيب ثم اجي هنا اكتب ابر، ثم حط تنتين زي كذا. ها ايش جاينا اليوم؟ الظاهر اسهر مو بزين. ثم نكتب لور، ماشي؟ ماشي. الان ايش راح نسوي؟ احنا راح نطبق هذه الشغله على المدخل اللي دخله المستخدم عن طريق الشغله هذه، انك تكتب تحط هذه. طبعا شرحتها انا بدرس سابق، ما راح اعيد الشرح مره ثانيه. ثم خلاص، الان اللي سويته انه المستخدم لما يكتب اول مدخل بعد الشيل سكريبتنج راح يحوله لك. طيب نجي نكتب ايكو بار، نعطي صلاحية تشغيل تي ار، نجي الحين نشغل تي ار، ثم نكتب مثلا، شوف خلنا نكتب حروف مشكلة تست بالشكل هذا. لاحظوا نحول لي الى سمول، ليش؟ انا قلت احول لي من سمول الى كابيتال، اوكي؟ اوكي. ممكن اجي هنا واغير الفكره، ابي يكون من لور الى ابر، ماشي؟ فممكن امسح ابر، خلي لور تكون بالبدايه، فممكن احول لي اياها الحين، نكتب ابر، بوب بوب بوب. الان راح يحول لي اياها الى حروف كبيره فقط. هنا ما يصير عندك خطأ بالبرمجه حقتك. اضرب لك مثال، نانو، راح نجي هنا نمسح هذا كله، اوكي؟ راح نسوي اف، ماشي؟ راح نسوي اف بالطريقه هذه، اف 1 يساوي
ابونتو. اوكي زين ايكو الاكسمنت مثلا. اوكي تم فاين طب 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 سليم ابونتو طلع لك الاكسمنت. طيب جاء المستخدم وكتب لك ابونتو كابيتال ابونتو بالطريقه هذه ما راح يطلع شيء. هنا تجي فائده التي ار اننا نقدر نستخدم التي ار هنا. فنجي هنا نسوي ترانسليت للمدخل. فراح نزوي هنا مدخل جديد اسمه افار زي ما سوينا قبل شوي نفس بالضبط. ما عليك الا انك تكتبه من جديد. بعدين تحط علامه الدولار ثم تكتب هنا تي ار تمشي شوي ثم تحط ابر ثم تمشي شوي تحط لور ثم تدخل ضمن المدخل الاول ثم تشيل طبعا هذه لان احنا راح نستخدم اللي هو الفار فراح نشيل ونستخدم هذا مباشره ثم نسوي ابونتو. لاحظ انه حتى لو كتبت ابونتو بحرف كبير حرف صغير ايا كان برضه راح يطبع لك الاكسمنت. ليش؟ لانك انت حولت النص اللي كتبه المستخدم تمام. فسواء كتبت تسدى ولا تسدى شغال معك الامر بشكل صحيح. انتهى درس اليوم، نشوفكم ان شاء الله في درس قادم. مع السلامه.